هذا يسأل عن الأناشيد الإسلامية، أنا ما أعرف أنه جاء في الإسلام أناشيد، إنما هذا الشيء يستعمله الناس وهو نوع من الغناء ويصير جماعي ومنغم، وله بإسلامي. الإسلام ما فيه أناشيد، الأناشيد عند الصوفية، أما أهل السنة ما عندهم أناشيد. أما كونه يباح أن الإنسان يستمع إلى القصائد المفيدة التي فيها آداب شرعية أو فيها حكم أو فيها لغة، يستمع إلى القصائد التي تنشد إنشاد النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى الشعراء، لكن ما هو بأناشيد، هذا إنشاد الشعر من شخص واحد، ما هم من جماعة. ففي فرق بين الإنشاد إنشاد الشعر وبين الأناشيد، هذه ما عرفت أبدا عند المسلمين إلا في الوقت الحاضر. نعم.